حزب العدالة والتنمية إذا كان وقع في خطأ ديال التوقيع احنا كنقولوها، ولكن عمر الحزب ما كان مع التطبيع، الحزب ضد التطبيع، كان دائما ضد التطبيع. هذاك 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 حدث هذاك هذاك الاخوان هذاك هذاك الاخوان هذاك حدث معزول سيحسم فيه التاريخ. حزب العداله والتنميه عنده طبيعه في اللجان ديالو، ماشي حنا اللي تنعاديو اليهود ديال اسرائيل، هما اللي تيعاديونا، حيت الله سبحانه وتعالى كيقول لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود. واش بغيتيو تحيدوا القران الكريم؟ والذين أشركوا حيدوا القرآن الكريم، ونتفهموا ديك الساعات. لا، الشعب المغربي وحزب العدالة والتنمية منه ما عمره ما كانت مع التطبيع، وما عمره غادي يقبل يكون مع التطبيع. الدولة لها إكراهاتها، هذا شغلها، احنا ما غندخلوش مع الدولة وما غندينوش الدولة ديالنا، الدولة ديالنا والملك ديالنا. وانا كنعرف اش تنقول، انا اشتغلت معاه، ولهذا حنا سيدنا لن ينتظر منا الا المسانده في المشروع. ولكن باغي نقول لكم انتوما الابناء العدل والتنميه، ما تمشيوش تنعسوا، اتصلوا بالناس، شرحوا لهم، وضحوا لهم، قولوا لهم الخطر عميم، قولوا لهم راه الاخوان الفلسطينيين راهو مخوتنا. انا الوالده ديالي الاخوان سميتها الشامي، فين كاين الشام؟ فين كاين فلسطين؟ في الشام. هما نحن منا وهم ونحن إخوة بالعقيدة قبل أن نكون إخوة بالدم، ونحن إخوة بالدم، والذي يقع لهم يجب أن نستشعره، والذي يقع لنا يجب أن يستشعروه. فيجب اليوم علينا أن نسير في هذا الاتجاه.